للحين تعاني من ضعف الانترنت في بيتك؟ عيل خلنا نشوف شو السالفة. في وايد أشياء ممكن تأثر على سرعة الواي فاي، مثلاً جهاز مراقبة الأطفال في الغرفة الثانية ولا الميكرويف في المطبخ. كل هالأشياء تقدر تأثر على إشارة الواي فاي. أحسن طريقة عشان تحل هالمشكلة أنك تختار موجة 5 جيجا هرتز إذا كانت متوفرة على الراوتر، أو أنصحك أنك تستخدم أحدث جهاز راوتر من أريدو ون اللي يختار موجة 5 جيجا هرتز تلقائياً. اختيارك لهذا الموجة راح يقل أثر الأجهزة الثانية على الواي فاي، وراح تحصل على أحسن أداء للإنترنت في بيتك.